تعال ناخد المثال ده نحاول نحوله اللي هو يعمل ديليت يعني ببساطه. هعمل له سيف از وادي له دوت اكزامبل 15. تمام، احنا مش عايزين نعرض ده دلوقتي خالص. ادي الفايند بتاعتنا وشغاله يعني حتى الان لو حبينا نجربها. بقول له عايز تبحث عن ايه؟ طبعا انا ببحث عن مش بس النيم، اي حاجه. فقلت له مثلا قلت له مثلا اس، قال لي ما فيش حاجه غير السالري يعني، فجاب لي التايتل جاب لي العنوان اللي هو في حرف الاس يعني، طبعا ده غلط يعني. هقول له مثلا مول، انا ما اعرفش ايه السالري بصراحه. مش حد الاسم ده. طيب هو اسمه ايه الفايل؟ اسمه ام داتا، جوه داتا. ماشي، عبد القادر ورامي وطه. قلت له ماشي. جو اسال رامي، قال لي ده رقم اثنين، رامي سينيور ديفلوبر بكذا. تمام، حلو جدا. اللي انا محتاجه ايه؟ طب انا محتاجه ان انا اعمل ايه؟ ان انا الفايل ده بعد ما اتعرض لي كده عايز اقول له انت عايز تحذف اليوزر ده ولا يعني. دي اول حته عايزين ايه؟ نزودها على الشغل. بعد ما طبعنا له البيانات بتاعته انا محتاج ان انا اقول له اعرف بقى بسميه ديليت ام حذف موظف، وهقول له انبوت، واقوم كاتب فيه مثلا إيه انت، هل انت عايز تحذف فعلا الموظف دوت ولا لا؟ يعني اقول له ايه؟ Do you want to delete this between مثلا؟ تمام، هيرد عليا بيا يا لا يا يس يا نو. ممكن نقول عشان بس ما نختارش يس نو. تمام، طبعا هيرد عليا بيس او بنو، وبناء عليه انا طبعا النو مش هعمل حاجه. النو بالنسبه لي عمليه منتهيه يعني، خلاص الموضوع انتهى. لكن انا بتكلم على لو 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 قال لي يس، يعني قال لي ايوه انا عايز احذف الموظف ده. طب انا عايز احذف الموظف ده، يبقى انا هخش في عمليه بقى حذف عايز اشتغل عليها. وبناء عليه هقول له اف ان الام الديليت ام ده لو كان بيساوي يس انا عايز يحذف فعلا، هبدا اشتغل هعمل عمليه معينه. ايه العمليه دي؟ المفترض ان انا انادي على فانكشن تحذف الموظف ده. مفترض انادي على فانكشن بتحذف الموظف ده. يعني مثلا تعالى نعمل مثلا حاجه اسمها ديليت اندرسكور ام، دي فانكشن. فانكشن انا هعملها بس مش موجوده. ديليت فانكشن. تمام؟ محتاجه مني ايه؟ الديليت دي محتاجه مني عشان تحذف؟ محتاجه مني الرو اللي هتحذفه، صح ولا ايه؟ الرو اللي هحذفه ليه الريزلت؟ ما احنا كنا عملنا فايند، رجع لي النتيجه وعرضتها له، وبعد ما عرضتها له هقول له انت عايز تحذفها ليه؟ فبناء عليها انا هبعت له النتيجه دي كلها اللي هي الريزلت. تمام، قلت له ديليت ام وبعت له الريزلت اللي انا عايز احذفه. طبعا الفانكشن دي انا ممكن اخليها ترجع ترو لو حذفت، وترجع فورس لو ما حذفتش. ترجع ترو لو حذفت، وترجع فورس لو ما حذفتش. فانا كل اللي هعمله معاها ان انا اقول له اف ان ديليت دي رجعت لي ترو، معناها ان هو حذف بالفعل. يبقى إيه هطلع رساله اقول له برنت، اقول له ان ديليت ديليت سكسسفول. تمام، اس معناها ان احنا مش قادرين نحذف البيانات دلوقتي. بس وخلاص مش قادرين نحذف البيانات الموظف دلوقتي وخلاص. ماشي؟ طيب عاديه جدا. انا قلت انت عايز تحذف ولا لا؟ لو قايل لي يس هنرجع على فانكشن بتعمل ديليت، تعمل ديليت وترجع لي. لو رجعت لي ترو بقول له الموظف اتحذف. لو ما رجعتش ترو بقول له مش قادر احذف الموظف دلوقتي وخلاص. بس ده اللوجيك البسيط. لكن اللعبه كلها فين؟ في الديليت. الديليت دي هتشتغل ازاي؟ صح ولا ايه؟ الديليت فانكشن بتاعتنا هتشتغل ازاي؟ طبعا احنا ممكن في اكتر من اسلوب نقدر نخلي الديليت تشتغل بيه او الحذف يشتغل يعني.
فممكن نحذف من الفايل على طول، وممكن نشتغل ان احنا نعمل حركه كده مهمه. احنا كان عندنا الفايند دي بتدور على اليوزر، بتريد كل البيانات، وبعد كده لو كان موجود بنرجع لي بياناته، ما كانش موجود بتعمل فصل. انا هعمل فصل بنفس الاسلوب، اقول له هذه فايند هعملها اسمها ديليت ام زي ما احنا كنا مسمينها، صح؟ وبتاخد ايه؟ بتاخد الام البيانات الموظف وخلاص. بس دي فانكشن. الحاجه المهمه اللي انا عايز اشتغل عليها هي حته مهمه قوي. انا عايز لما عملت فايند وجبت البيانات قريتها من الملف حطيتها جوه الفاريبل اسمه كونتنت، الكونتنت ده دلوقتي بقى عباره عن ليست، صح ولا يا شباب؟ عباره عن ليست. الليست دي فيها كل خليه فيها موظف من الموظفين، صح؟ نعم نعم تمام. مش واضحه يا دكتور، معلش. فين الخليه دي؟ فين السيلز؟ هنا مفيش هنا سيلز دلوقتي، تمام؟ ال 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 لما بريد لاينز كده بالظبط، رحت فتحت الفايل ده على بعضه اسمه لاين. ايوه ده على بعضه اسمه لاين، ده على بعضه اسمه لاين. فده هيبقى في الليست في العنصر رقم 0، ده في الليست في العنصر رقم 1، ده في العنصر رقم 2، ده في العنصر رقم 3 كده على بعضها، ماشي؟ ده الطبيعي اللي بيحصل لما بريد لاين من فايل. تمام. ولا فاهم كولومز ولا فاهم اي حاجه على فكره. ده احنا اللي فاهمينه ومظبطين امورنا على اللي احنا فاهمينه. لكن هو مش فاهم حاجه، ده ملف نصي مكتوب فيه اي كلام. فاهمني؟ هو جاب لاين لاين. اللي انا عايز اوصل له ايه؟ انا عايز اللاينز دي تفضل موجوده، انا مش عايز الفانكشن دي طبعا لما بتنتهي كل الفايل والفاريبلز وكل ده بينتهي من الميموري، صح؟ بالجي سي او الجاربج كوليكشن اللي موجوده في البايثون، اللي هي بعد ما الفانكشن بتنتهي بتمسح كل الحاجات اللي في الرام اللي مش محتاجينها. ماشي؟ لكن انا فعليا عايز الفاريبل اللي اسمه كونتنت ده عشان انا هستخدمه هنا في الديليت، ان انا ادور على العنصر واحذفه منه. وبعد كده رايتره جوه الفايل تاني. فاعمل ايه؟ اعرف هنا فاريبل، اعرف هنا فاريبل اسميه كونتنت عباره عن ليست هنا بره خالص، يعني ايه بره خالص؟ يعني بره ولا تبع الفانكشن دي ولا تبع للفانكشن دي. جنرال فاريبل، جينيريك فاريبل، جنرال مش جنرال، جنرال بس تاني. جنرال فاليو، تمام؟ او بابليك فاليو. ماشي يا شباب؟ ايوه يا دكتور. بالنسبه للبحث تبحث بايش؟ بالاسم ولا بال الفايند؟ بالنمبر. البحث البدايه عشان تحذف هيكون بايش؟ بيت سيل يعني بالاسم في الفايند دي ولا في ايه؟ ايوه في الفايند. الفايند دي فعليا ما بتعملش كده. احنا فعليا بنفايند هنا اهو. بنقول اف ان القيمه اللي اليوزر كتبها موجوده في اللاين. فطالما موجوده في اللاين خلاص، فانا فعليا مش ببحث بالنيم. طيب لو فرضا عندنا موجوده في اكثر من لاين. هيبقى اول لاين بس. ما ده كان تاسك المفروض تحلوه. انا كنت هذا عشان كده في تاسك ما نحل اللي هو عدد التكرار كم مره موجود، كم الكاونت يعني القيمه موجوده كم مره في شو اسمه. حاولت فيها كثير بس ما ابغى اعرف العدد كم مره موجود. هذا حتى ما حليتها دكتور انت، اذا كان ممكن نشوفها يعني راديكال افج. ممكن يا دكتور يعني نحلها المره الجايه، سيب لنا بس فرصه عشان احنا ما شفناش كله. ابشر ابشر ماشي. اصل هي النقطه ما شفناش كله وفي تمارين كتير فنحاول نحلها بايدينا بس. مفيش مشكله، ندي فرصه احل كده كده احلها لكم، بس انتوا برضو خدوا اللي عايز ما لحقش لسه يتابع ياخد فرصه ويبص على الفيديو ويبعت عادي، مش مشكله. انا معلش يا دكتور يعني انا بتابع كمان المستوى الاول يعني
ما غلقت منه للساعة، المستوى الأول شغال عليه كثير عشان كذا. ربنا يعني لو كانت المعلومات ضعيفة شوية عاد سامحونا معليش الله يكرمك. لا لا أبدا أبدا، أنت بتتكلم مثال فعلا محتاج تشغيل مخ شوية فاهمني. شكرا دكتور، شكرا. حلو يعني، فمشكلة أنا فعلا ما حلتوش في المسجل ولا حاجة، بس يعني ماشي، أنا عايز برضو ناس تشغل مخها يعني. تمام، شكرا شكرا. فانا عرفت اللي انا عايز اقوله ان الفاريبل ده دلوقتي في البايثون فيها مشكله كده لازم تاخد بالك منها، ان لما تيجي تعرف فاريبل ده، انا كده عرفت فاريبل قلت كونجكت بيساوي كذا كذا، انا عرفت كده زي جافا سكريبت كده تعرف على الطاير. فالنوعيه دي من لغات البرمجه اللي بتعرف على الطاير مشكلتها فين، هي مش مشكله، انت لازم تكون عارف هي بتشتغل ازاي. لو انت عارف شويه ازاي خلاص بتتعامل معاها. ايه هي؟ ان لما انت جيت عرفت فاريبل اسمه كونتنت، هو عرف فاريبل اسمه كونتنت بس جوه الفانكشن دي بس. حتى فايند هنا المفروض فايند فايل مش فايند نيم، لما فيش اصلا نيم احنا بنكتب في كل فاهمني. فالفاريبل ده ملوش دعوه بده، مش زي بقيه اللغات الثانيه شبيه قوي في الحته دي، لغه الجافا سكريبت وكده السكريبتنج لانجوج. ف وبناء عليه لازم اقول له ان الكونتنت اللي انا هستخدمه ده انا اقصد بيه الكونتنت اللي بره، فانت حط لي في اللي بره عشان ده كمان يشوف، ده كمان يشوف فاهمني. يعني لو اعتبرنا ان ده غرفه وده غرفه ثانيه، فانا مش عايز الغرفه دي يبقى انا قايل فيها ان فلان بيعمل كذا، فمحدش يعرف الموضوع ده غير اللي في الغرفه دول. لا انا عايز الكون ده يبقى معروف، فبناء عليه جيت في الطرقه اللي ما بين الغرف وانت معرف الموضوع ده قال في هنا كونتنت في كذا كذا، وبناء عليه الاوضه دي بقت عارفه كذا كذا لان دي حاجه مشتركه، وبناء عليه الاوضه دي بقت عارفه ان كذا كذا لان دي برضه مشتركه. فهمتوا الفكره؟ عشان اقول له ان كونتنت ده انا اقصد بيه اللي بره الجلوبال او البابليك فاريبل او الحاجه العامه اللي بره، لازم قبل ما استخدمه اشير ان انا هستخدم الجلوبال فاريبل اسمه كونتنت بس كده. خلاص هو فاهم ان انا مش ما تعمليش فاريبل هنا خاص بالفايند بس، لا اشتغل على الجلوبال، اشتغل على العام اللي هو اللي ورا عشان اي هو غيرتها تتحط ورا. يعني من الاخر لما تيجي لي كده نعمل فايند في الاخر اللي انت لقيته او البيانات اللي انت جبتها وقريتها من الملف بقت موجوده هنا خلاص. ليه؟ عشان لما اجي اعمل ديليت ادور من الديليت على طول جوه الكونتنت، ما اروحش افتح الفايل للقراءه فاهمني؟ واحمل ريسورسز كتير مع اني كده كده انا كنت لسه باحث، انا عمري ما بعمل ايديت ديليت غير لما ادور على اللي انا هدلته. فهو خلاص هحطه في الرام عشان ما اضيعش وقت سريع. وبناء عليه اما انا اقول له جوه الديليت اولا برضه انا هشتغل جلوبال، فاقول له جلوبال كونتنت برضه عشان يعرف ان انا هشتغل على الرئيس اللي بره. طب هنعمل ايه؟ اقول له كونتنت دوت ريموف، انا عايزك تحذف لي من الليسته اللي فوق. قال لي عايز تحذف ايه؟ قلت له ايه؟ ليه بيانات الموظف اللي اتبعت؟ بيانات الموظف اللي اتبعت هو اللي انا عايز ايه؟ اللي انا عايز احذفه بس. فكده الليسته دي لو في 10 موظفين كده قلت له عايز احذف ده، وريموف دي بتدور على الاوبجكت لقيته متطابق تقوم حاسبه الايه؟ اللاين كله، بتحذف اللاين كله. طب بعد ما حذفت اللاين كله بعد ال 10 موظفين بقوا كام؟ بقوا 9. هتعمل ايه؟ هقول له هفتح الفايل للرايت، واحنا عارفين ان الرايت بتعمل ايه؟ بتحذف الفايل الكونتنت القديم كله وتحط الكونتنت الجديد. ده اصل فكره ان انا افتح فايل على الرايت اكنه بيعمل ريبليس. فانا هو ده اللي انا عايزه، افتح الفايل امسح القديم خلاص خد الكونتنت الجديد ده بعد ما حذفت منه الموظف اللي انا عايزه. فقال له ايه؟ ويز اوبن وهفتح الفايل بتاعي. انا مش فاكر هو فين. احنا كنا بنعمله في فاريبل اسمه فايل باس. ممكن ناخد ده كده بره، هو عامل كده فايل بس يبقى ثابت كده بره. تمام، وبناء عليه بقى استخدمه بعد كده يعني في اي حته. يعني حتى هنا انا استخدمه يعني اقدر استخدمه في اي مكان، عرفته مره واحده عشان بس ما اقعدش اكتب اسم الفايل، وده الاصح عشان ما اقعدش اكتب اسم الفايل في كل حته، ولا حبيت اغيره او اروح اغير في كل حته. يعني لو عدلته بعد كده او غيرت الاسم اضطر اعدله في كل حته، فانا بكتبه في حته وما احب استخدمه خلاص. انا قلت له اوبن ادي الفايل باس اهو تمام كوما، وبس اكد ان انا هفتح في الرايت
دبليو عشان يعمل ريبليس للفايل ذات نفسه. طيب از فايل. طب هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له بس افتح الفايل هقول له دوت رايت بس رايت لاينز اكتب لي كل اللاينز اللي فين يا عمي قلت له اللي في الكود. خلاص هيمسح القديم ويكتب الكود الجديد بعد ما انا عملت اصلا ريموف لواحد منهم فخلاص مش اي مشكله. وبناء عليه هقول له ريتيرن ايه يا شباب؟ ريتيرن ترو وخلص. طب امتى هقول له ريتيرن فولس؟ بره الويز. لا اصلا هو الويز دي تفتح الفايل وتعمل العمليات دي وترجع ترو. لو حصل فيها اي مشكله هو المفروض ما فيش كود بعدها يشتغل. المفروض لو هي ماشيه صح الكود اللي بعدها مش هيشتغل. طب لو مش ماشيه صح هنزيد لها ايه؟ يبقى لو مش صح كده بيها. لو مش صح كده بيها عادي جدا لغايه ما ترجع ترو. لو حصل اي غلط في اي سطر من الاسطر دي وهي مش غلط يعني ايرور لكن اقصد ما اشتغلتش هيرتيرن فولس في الاخر. مفهوم كده يا شباب؟ وبالتالي كده الديليت اشتغلت. ادي فكره الديليت ان انا رحت مسحت من العنصر من الليسته ومتفتح الفايل قمت قلت له ارمي القديم ادي الجديد اهو بعد ما مسحت الشخص اللي انا عايزه. نجرب؟ نجرب. ماشي قال لي في موظف اسمه التلاتة طه ديفلوبر سينيور ومش عارف 33 هل انت do you want to delete this employee ومديني yes or no هقول له yes عشان يشتغل هقول له yes قال لي employee delete successful قلت له اشوف شوف بعيني هروح على الامبلوي داتا اهو بقى عبد القادر ورامي بس و وطه اتحذف صح؟ نجرب واحد تاني عملنا رن تاني قلت له مثلا رامي قال لي رقم اثنين رامي سينيور ديفلوبر قلت له ماشي عايز تحذفه قلت له يس قال لي حذفته لو رجعت البيانات مش هيبقى عبد القادر فقط اللي موجود عندي صح يا شباب ايوه دكتور طيب هذه في حاله انه يكون ون يوزر ولا مجموعه يوزر يعني اقدر استخدم في ون يوزر ولا مجموعه يعني ملف الديليت مش صح فيها ان احنا نعمل ديليت لمجموعه مش حلو فاهمني ان الطريقه ما تستخدم هذه اذا كانت مجموعه مش حلو لكن ممكن تنفع طبعا تنفع بس حط لوجيك صح يعني حط فكره صح لكن انا مثلا ما ابحثش يعني مثلا ابحث بحسب رامي فطلع لي رقم 2 رامي ورقم 3 ورقم 5 اقول له احذفهم كلهم لو هي منطقيه بالنسبه لك نعملها بس هي مش منطقيه صح ولا ايه؟ القصد يا دكتور يعني يكون الملف على الويب فرضا ولا المجموعه مستخدمين يقدر يستخدموه يدخل عليه ويسوي ابديت يسوي ديليت اقدر اسوي طريقه زي كذا يعني اسوي كوبي من الداتا واروح احذفه وبعدين اعيد عليها رايت عشان تعمل ديليت ايوه يعني ملف في كل المجموعه يوزر مو الواحد مستخدم يعني عادي بس هو يعني على حسب استخدامك لحاجه يعني مثلا انت ممكن تكون مستخدم الفايل ده لللوج بس يعني ايه لوج احنا يعني ايه لوج انا مثلا واحد دخل على السيستم حسب بيانات فما قال فلان الساعه كذا حسب بيانات كذا 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 بالفايل وفلان دخل عد البيانات كذا كذا وفلان عمال ارمي بس كده ايه زي لوج فايل ده اسمه لوج فايل زي هيستوري كده لكن الداتا بيز ذات نفسها بتعمل العمليات اللي هي المظبوطه لكن الفايل ده ليه عشان لو حصل اي مشكله نرجع للفايل هو مين اللي حذف هو مين اللي غير المرتب هو مين اللي علم مش عارف ايه فاهمني فيبقى لوج فايل يبقى حاجه كده جانبيه لكن ما تبقاش حاجه الاصل قوي هتضطر لو هتعمل سيستم بقى كامل لا يبقى داتا بيز مش هينفع ده شفنا كذا خطا هنا بيحصل ايوه نعم صح بندخل رقم الموظف ندخله اسم يشتغل عادي المرتب ندخله اي حاجه ماشي يعني زودنا كلهم كده بالغلطه بكومه ماشي يعني حاجات كده ايه مش ماسكه نفسها
يعني ملفات عاديه، يعني ملفات العاديه هي ملفات يعني زي عشان كده بقول لا احنا لازم نعلى بالمستوى والحسن عشان كده ناخد اللي بعد كده ان شاء الله يعني باذن الله باذن الله. شكرا دكتور. تمام. لكن ده ممكن لسه يكون استخدامه على قده، بس احنا بنحاول ايه نتعامل معاه بشكل كويس. طيب احنا دلوقتي عايزين نعلى المرحله بتاعه الابديت. الابديت فيها فكره شويه اعلى شويه من ال من الديليت. ليه؟ تعال ناخد